أعمال بها تحيا القلوب. من أعظمها الانكسار بين يدي الله في مكان لا يراك فيه أحد، هذا من أعظم ما يحيي القلوب. الإنسان حياته البرزخية صورة مثلى لحياته في السرائر، أو بتعبير أصح، حياة السرائر صورة للحياة البرزخية. الإنسان إذا كان في السريرة يسجد ويدعو الله جل وعلا، أو يقوم في مكان لا يراه فيه أحد يذكر الله جل وعلا، يعظم الله في ظلمة غرفة أو في ظلمة سفر أو في ظلمة جماعته أو في بيته أو بين أبنائه أو في أي مكان، يعظم الله جدا في السرائر ويخشاه ويخافه ويرى في نفسه وجل وظروف عين ودمع، هذا غالبا منعم في قبره. أما الذي نسأل الله العافية في السرائر مسرف على نفسه، فهذه صورة لحياته في قبره، لأن الإنسان يبحث عن طرائق عديدة لأن تحيي قلبه، من أعظمها عدم احتقار الناس. وأكثر من يتأمل الناس يجد فيهم حفظاء فقهاء منفقين، لكن والعياذ بالله يجد في نفسه علوا على الغير. هذا العلو قد هو لا يصرح به، هو يقول التواضع ويذكر أمثالا وأشعارا فيه، لكن الحياة اليومية في مخالطته للناس يظهر منه. في إنسان قد يعني يستقل يركب سيارة توافق ثراءه فارية جدا، لكن قلبه منكسر. وفي إنسان يمشي على قدميه وفي قلبه من الكبر والعتو ما الله جل وعلا به عليم. ومن قدر له أن يكثر من السفر والترحال ومخالطة الناس سيرى أمورا عجبا في أحوال الناس والله لا تخطر له ببال. أنا كنت ذات يوم في فندق قبل أسبوعين في الرياض، وفي الفندق أحد ما أدري لهم اسم كذا الذين يحرسون الفنادق، فهو يلبس بنطال ومصفف شعره وحليق اللحية، لو قيل لك تزكيه طرفة عين في هيئته لا تزكي. فتأخرت في النزول لصلاة الفجر بذاك اليوم في مصلى الفندق، فلما نزلت وجدت بعض من نزل من أهل الفندق قد سبقني إلى المصلى ولله الحمد وأقاموا الصلاة وصلوا، وكان أكثرهم الذين نزلوا غير سعوديين فقدموا هذا لأنه سعودي. فوالله كان يقرأ قراءة صحيحة ويغالب البكاء ثم سلم. فلولا أنك رأيت هذا بعينك لا تكاد تصدق. فقد يكون ثمة عوائق حالت بينه وبين أن يصلح مظهره، وما زال باقيا على إصلاح جوهره. وثمة أناس قد يعانون على إصلاح الظاهر ولم يعانوا بعد على إصلاح الباطن. والله لما ذكر يوم القيامة قال يوم تبلى السرائر، فالمحك عند الله جل وعلا وحده سريرة الإنسان. أعمال بها تحيا.